اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة تيف توك دوت كوم. معكم اخوكم خالد الملصي من قناة تيف توك. ارحب بكم في هذا الدرس حول كيفية او معرفة الريت ليميت في اليوزر مانجر وماذا تعني كل خانة. خليكم معنا تابعونا. اذا نبدأ معنا اول خانة الذي هي ريت ليميت. اول شيء خلونا نتفق انه ال RX هي او نعرف انه ال R نعرف انه سرعة ان ال RX سرعة الرفع وال TX سرعة التحميل، يعني سرعة رفع المستخدم، سرعة الارسال RX، سرعة التحميل TX. معنا ايضا كي يرمز الى كيلو بايت بير سكند وام ميجا بيت بير سكند و جيجا بايت بير سكند. طبعا احنا بنحتاج الكيلو بايت والميجا بايت اذا اردنا. طبعا الواحد ميجا بيت بير سكند يعادل 1024 كيلو بيت بير سكند. ايضا معانا الام الصغيرة هذا معناها دقيقة والاس ثانية. اذا معانا اول حاجة نتفق عليها هي هذا الجيم الذي اتفقنا عليها الذي هي الحروف. الكي معناها كيلو بايتس بير سكند، الام الكبير معناها ميجا بيتس، والام الصغير معناها دقيقة، والاس معناها ثانية. اذا معانا اول حاجة معانا اول شيء الريت ليميت. الريت ليميت هي السرعة الطبيعية لليوزر او البطاقة. ومعانا الخانة الثانية هي السرعة القصوى للبطاقة. ومعانا الخانة الثالثة الذي هي براست ثريشولد الذي هي المتوسط. ومعانا الثالثة هي براست تايم او براست تايم او الوقت الذروة كم المسموح يبقى في سرعة الذروة. ومعانا الاخير الذي هي المين ريت. كيف بتعمل النظرية؟ خلونا نشوف الشكل التالي من موقع الميكروتيك. اذا تابع معي الصورة التالية من موقع الميكروتيك الذي توضح طريقة النظرية. لاحظ معي هذا الشكل. هنا يرمز هذا للوقت. هنا الوقت المحدد. الخط الأخضر هو متوسط السرعة الذي حددناه، متوسط السرعة الذي هو براست ثيرز هولد، هذا البراست ثيرز هولد. ومعانا الخط هذا الذي هو ايش؟ المين ريت. خليني اسوي كل واحد بلون، نمسح الكل. اذا هذا المتوسط وهذا الاخضر الذي هي السرعة نخلي باللون الاصفر، وهذا اللون الاصفر هذا السرعة الطبيعية للكرت، والاحمر السرعة القصوى للكرت، ومعانا اللون نقول الازرق. الازرق هذا اللون الازرق، لحظه ما تغيرش اللون. معانا اللون الازرق ايش؟ السرعه الدنيا للكرت. نفرض انه هذا اليوزر، هذه بيانات اليوزر الذي داخله، نخليها مثلا باللون الرمادي. لاحظ انه دخل. اذا كما ملاحظ المستخدم داخل بيسحب سرعة بيسحب سرعة بيسحب سرعة. ارتفعت سرعة السحب الى وين؟ الى هنا، الى الحد الاقصى، الى السرعة الاقصى. كم مسموح له يسحب السرعة الاقصى؟ حد على حسب عدد الثواني الذي حددناها. اذا بيعمل الثواني، عدد الثواني الذي حددناها او عدد الدقائق الذي حددناها في البراست تايم. فلما يكمل الوقت ايش بتعمل النظريه؟ بتجمع مجموع السرعه الذي سحبها خلال هذا الوقت، مجموع السرعه على او كميه السرعه على الوقت.
إذا ضلعت السرعة أكبر من المتوسط، يعني إذا السرعة أكبر من المتوسط المسموح به، بينزل أيش؟ بينزل سرعة البضاقة إلى وين؟ إلى السرعة الدنيا، ليستمر بذلك عدد وقت معين، نفس الوقت، نفس الوقت البرست تايم، ثم أيش؟ ثم يقسم، هل ما زال السرعة متوسط السرعة كما هو؟ إذا انتهى التوقيت الكيو فبيرجع يسمح له يعود للسرعة الطبيعية الخاصة به، وبإمكانه الارتفاع إلى السرعة البرست من جديد. إذن بيقوم بعملية تحقق مجموعة أو إجمالية السرعة المسحوبة في الوقت الذي بنحدده. إذا تجاوزت السرعة متوسط السرعة أيش؟ نزل سرعة البضاقة إلى السرعة الدنيا. إذا كانت السرعة في نطاق المسموح، في الأقل من المتوسط الذي حددنا، بيستمر يسمح له يطلع وينزل في السرعة الطبيعي. مثلا إذا كان بيتصفح المستخدم فبيتحمل الموقع بسرعة ثم ينزل، وبذلك يطلع المتوسط أيش؟ تحت الأخضر، وتستمر سرعة الكرت أو سرعة البضاقة مرتفعة. أما إذا كان البضاقة بتحمل مستمر في البرست، فبينزله إلى السرعة الدنيا، كل ما حاول يرتفع في التحميل فبيرجع ينزل. إذن لاحظ معي البيانات الذي مليناها مع بعض. لاحظ معي أني بليت البيانات، لازم أنه الريت ليميت، البرست ليميت، يكون أكبر سرعة في موجودة في هذا الخانة، وهنا السرعة الطبيعية للكيو، سرعة الكرت الطبيعية، وهنا متوسط السرعة الذي بيحسبه. إذا ضلع متوسط السرعة أكبر من القيمة التالية في الوقت المحدد الذي حددناه في خانة الوقت، فبينزل سرعة الكرت إلى السرعة الأقل، أو إلى الكيو ذا السرعة الأقل. أتمنى أنه تكون واضحة. إذن قلنا الخيار الأول السرعة الطبيعية، الخيار الثاني السرعة القصوى، الاختيار الثالث هو متوسط السرعة الذي بيقسم على الوقت. طبعا ضروري، إذن كما هو ملاحظ هنا، قلنا أنه هذا المتوسط بتكون قيمة المتوسط هذا أقل من الريت ليميت وأقل من البرست ليميت. البرست يكون أعلى من أعلى حاجة، ومن ثم الريت ليميت تكون بعد في القيمة. يعني ضروري عندما أوزن السرعة تكون الريت ليميت أقل من البرست ليميت وأقل من البرست ثرسهولد ليميت. إذن بيكون معانا أقل حاجة الذي هي المين ريت. إذن المين ريت عندما يكون المتوسط السرعة المسحوب كما قلنا أكبر متوسط السرعة في الوقت هذا، في الوقت الذي حددنا هنا، عندما يكون متوسط السرعة أكبر من القيمة الذي حددناها، بتنزل سرعة الكرت إلى هنا. أتمنى أن أكون قد وضحت لكم هذا النقاط. هذه تحياتي خالد أحمد الملصي، قناة تيف توك دوت كوم.